لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، معنا هاتفيا من أربيل دكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين. نرحب بك دكتور عبد الحكيم. صحيفة الحياة في تقرير لها ذكرت أن العبادي يسعى إلى الحصول على قرار من المحكمة لمنع تأجيل الانتخابات. أي مصلحة سيحصل عليها العراق من إجراء الانتخابات في موعدها؟ مساء الخير. طبعا هناك جدل كبير الآن حول مسألة إجراء الانتخابات في العراق، هل يتم إجراء الانتخابات في موعده أم هناك مطالب لتأجيل الانتخابات؟ نعلم جيدا بأن الأطراف السياسية السنية طالبت بتأجيل الانتخابات باعتبار أن الوضع الإنساني في المحافظات السنية وخاصة في نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، هذه المناطق لا تستعد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ومن ثم حتى ما يتعلق بعودة النازحين إلى مناطقهم ومسألة الدمار الشامل الذي لحق بهذه المدن. وبالتالي هذه المطالب هي مطالب قوية، كانت المطالب قدمت إلى الأمم المتحدة وإلى الأطراف الدولية وحتى إلى الأطراف الداخلية لتأجيل الانتخابات. في المقابل هناك من يرى بأن تأجيل الانتخابات سوف يدخلنا في فراغ دستوري، والفراغ الدستوري سوف يؤثر بدرجة كبيرة على عمل الحكومة في المرحلة القادمة. وبالتالي سمعنا من السيد حيدر العبادي بأنه قام بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية حول إمكانية إجراء الانتخابات، ربما في اتجاهين يعني. حتى في أطراف داخل الدولة العراقية تشير بأن العبادي نفسه يرغب بتأجيل الانتخابات، وبالتالي في هذا الأمر يحاول الحصول على موافقة المحكمة الاتحادية في هذه المسألة. فإذا ما كانت المحكمة الاتحادية لديها رأي حول تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة، ربما سوف يسهل على الأطراف السياسية العراقية تقديم مشروع قانون في البرلمان ومن ثم تأجيل الانتخابات ربما لأشهر أو على الأقل سنة بعد التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات وهو في الشهر الخامس من هذا السنة. هناك حديث عن اجتماع للأحزاب الكردية انعقد في محافظة تميم بكركوك لبحث تشكيل قائمة انتخابية موحدة، يعني هل تعتقد أن التكتلات الانتخابية الجديدة يمكن أن تغير شكل الشارع السياسي في كردستان العراق؟ يعني في الانتخابات العامة العراقية وخاصة في البرلمان العراقي هناك عادة هناك اتجاهين في إقليم كردستان. عادة الأحزاب السياسية الكردستانية تتحالف في قائمة واحدة في المناطق المتنازع عليها في نينوى على سبيل المثال و في كركوك وديالى وصلاح الدين. أما داخل إقليم كردستان فإن الأحزاب الكردستانية تدخل بقائمة منفصلة، وبالتالي داخل إقليم كردستان ربما لا يؤثر على حجم التمثيل الكردي في البرلمان الاتحادي، ولكن خارج إقليم كردستان وخاصة في هذه المحافظات عدم وجود ائتلاف واسع بين الأحزاب السياسية الكردستانية ربما يؤدي إلى خسارة الأصوات، وربما هذا هو الذي دفع به الأطراف السياسية الكردستانية إلى تشكيل قائمة ائتلافية واحدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهذا هو الأمر المطروح لحد الآن. كيف تقرأ تصريح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملا باختيار الذي قال إن الوفد الكردي لم يطلعنا على نتائج مباحثاته مع بغداد، هل يمثل حالة عزلة يمر بها الحزب؟ لا طبعا، الأحزاب السياسية التي قامت ببعض اللقاءات في بغداد هي حركة التغيير والجماعة الإسلامية و التحالف الديمقراطي وما إلى ذلك من الأحزاب الأخرى، قامت بزيارة إلى بغداد وكان هناك عدة لقاءات مع السيد حيدر العبادي والقيادات الحزبية الأخرى في بغداد، ولكن طبعا هذا لا يمثل إقليم كردستان ولا يمثل مسألة التفاوض بين حكومة إقليم كردستان، باعتبار أن حكومة إقليم كردستان هي المسؤولة والممثلة الوحيدة الآن من الناحية الشرعية للتفاوض حول حل الإشكاليات القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني
لديهم رهبة بإعطاء الحكومة الدعم الكامل في هذه المرحلة للتفاوض والوصول إلى حل الإشكاليات ولكن الموجودة دكتور، بين الطرفين. كيف تفسر هذه التحركات في ظل تصريح للحزب الوطني الكردستاني بأن الحزب يستبعد تحالف بافل الطالباني وبرهم صالح مع العبادي؟ يعني مثل الحديث عن التحالفات بين الأحزاب الكردستانية والأحزاب الشيعية ما زال من المبكر، يعني سابق لأوانه. يعني عندما نتحدث عن هذه التحالفات أو على الأقل نوع من التفاهمات، فهذه التفاهمات تجري بعد الانتخابات، تفاوت نعم. باعتبار أن التحالف الشيعي والتحالف الوطني الشيعي سيمثل داخل البرلمان بالكتلة النيابية الأكبر عددا استنادا إلى تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010، وهذا سيكون هو المفصل فيما يتعلق بكيفية المشاركة في الحكومة الاتحادية. آنذاك من الممكن الحديث عن نوع التحالفات وكيفية التحرك بين ليس نعم. فقط بين الأحزاب السياسية الكردستانية والأحزاب السياسية الشيعية، بل حتى مع الأحزاب السياسية السنية، نعم. وكيفية التمثيل. هل ستكون هناك حكومة أغلبية سياسية أم حكومة ائتلافية وطنية؟ هذا ما نعم. زال من المبكر الحديث عنه. شكرا جزيلا لك هاتفيا من أربيل دكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين.